أنا سعيد بوجودهم وحزين لأنه لم يستطيعوا أن يصلوا إلى 200 نقطة. لربما لو جايب ياسين الغواصة كان قدروا أن يوصلوا إلى 200 نقطة. اقلعي قلبك، اقلعي قلبك، إذا مبروك مع هذا تأهلكم إلى الحلقة المقبلة إن شاء الله مع عائلة جديدة أخرى. أما أنتم أعزائي المشاهدين شكرا وشكرا جزيلا لمتابعتكم إيانا في هذا البرنامج. كونوا معنا في الحلقة القادمة وتصبحون على خير. أنا كنت معكم جواد الشكرجي دائما وأبدا. مع السلامة. في أمان الله.